بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا دي بونتي عن استقالتها من لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، واتهمت أعضاء مجلس الأمن بعدم الرغبة في تحقيق العدالة. وأوضحت المدعية العامة السابقة أنها ستشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان في أيلول سبتمبر في جنيف قبل أن تغادر. صادقت محكمة الاستئناف في الرصافة أو محكمة استئناف الرصافة في بغداد أمس على الحكم الصادر بحق محافظ صلاح الدين السابق أحمد بن عبد الله الجبوري، وقضت بحبسه 3 سنوات على خلفية قضايا فساد، بعد أن ردت المحكمة بصفتها التميزية طعونا تقدم بها المدان. ويعد الحكم الصادر بحق الجبوري هو الأول الذي يطال مسؤول تنفيذي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003. قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العمل مع روسيا، وإن قطع العلاقات بسبب خلافاتها هو أمر غير مجدي. وفي مناقشة لاجتماع عقده مع نظيره الروسي، قال تيلرسون للصحفيين إن روسيا أشارت إلى بعض الاستعداد لإجراء محادثات. اتفق الرئيسان الكوري الجنوبي والأمريكي على ممارسة أقصى قدر من الضغوطات والعقوبات على كوريا الشمالية، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بينهما. عبرت الصين عن أملها أن يستأنف الشمال والجنوب اتصالاتهما في القريب. أظهرت أبحاث جديدة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية أن إنتاج كوريا الشمالية من المحاصيل تضرر بشكل كبير هذه السنة، وذلك بسبب ظروف الجفاف الطويلة التي تشهدها البلاد، ما يهدد الأمن الغذائي لجزء كبير من السكان. يشهد عدد كبير من سكان المنطقة العربية ومعظم دول شرق أفريقيا وآسيا الوسطى يشهد اليوم أحد أبرز الظواهر الفلكية في عام 2017، ويتمثل في خسوف جزئي للقمر هو الثاني والأخير من نوعه لهذا العام. ويعتبر هذا الخسوف هو الثاني والأخير للقمر هذا العام، حيث شهد العالم خسوفا قمريا شبه ظلي يوم 11 من فبراير شباط الماضي. أيضا وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتناولون كميات ضخمة من السكر أكثر عرضة بنسبة 23% للإصابة بالاضطرابات العقلية الشائعة. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.